برنامج روبرونسون. إنهم صناع الحدث والمسؤولون عن المتعة، وهم قادة في الملعب. سأتحدث مع اثنين من أعظم قادة كرة القدم قبل اللقاء المنتظر بينهما. رحبوا معي بدانسينج راستا من فريق سوبر سترايكا، وفلاديمير سافيتش من فريق جريم اف سي. راستا نجمي المفضل. سرني القدوم الى هنا. تحياتي ايها البشري الصاخب. حسنا، ما هو سر القيادة على ارض الملعب؟ انا اسف لتخيب ظنك، ولكن لا توجد اي اسرار. اعرف فريقك ثم اعرف الخطة وكن قدوة لهم، هذا فقط. وما رأيك يا فلاد؟ يصبح النصر مضموناً عندما تستطيع رؤية المستقبل. إذن هل تستطيع إخباري ماذا سأتناول على العشاء؟ المعكرونة بالجبن بمفردك. إن كتاب الجريم الأسطوري والقوي يسمح لي أن أعرف كل الأحداث قبل أن تحدث بفترة. شاهدوا القوة الهائلة للتكتنوميكون. أنا أفضل أن أوفر حركاتي للمباراة. أهلا بكم في فيرتيفيا، مدينة جريم اف سي. كيف تجرؤون على إهانة العظيم فلاديمير سافيتش؟ أرجو. يا تشيكس، تغلب الجريم على آيرون تانك بأربعة أهداف، وسافيتش سجل جميع الأهداف. لن يكون الأمر بهذه السهولة عند مواجهتنا. أجل، وإن استطاع رؤية المستقبل، كل ما سيستطيع أن يراه أن راستا يهزمه شر هزيمة. إن تعاوننا معا والتزمنا بالخطة سنتغلب على فريق الجريم. حسنا يا رفاق، تجمعوا، صورة جماعية. هذا جميل. هل تعرف ماذا تعني كلمة مجموعة؟ في الحلقة السابقة من موديل ستودنتس، تيري يحب جينا، لكن جينا تحب بروس. في هذه الأثناء صرح كل من موريس ولورنس بحبهما لمونيكا، وتركاها في حيرة من أمرها. أنا أيضاً في حيرة، لماذا تشاهد هذا المسلسل؟ صحيح، كن جدياً يا كلاوس، كفى مسلسلات للمراهقين. ها، موديل ستودنتس ليس مسلسلاً للمراهقين، إنه قصة كلاسيكية عن الحب والتعلم تدور أحداثها في جامعة لعارضات الأزياء. وأيضاً إن شخصية لورنس مأخوذة عن شخصية إل ماتادور. لكنه لا يشبه الأصلية بشيء. صورة في الحافلة. أوبر، ما الذي حدث هناك؟ لا يهم كم أنتم أقوياء أو تظنون كذلك، لن تستطيعوا إيقاف قوة الكتاب الجهنمي سوبر سترايكا. شرفتم مركزنا. أثق بأن منشأتنا ستكون كافية لتحضيراتكم. أجل، هذا الشيء تحفة فنية. المطبخ، غرفة الطعام، غرفة السينما، والأهم من كل ذلك، هذا هو ملعب التدريب. إنه ملعب دي. أيها المدرب بالمونتا، ألا تعتقد أننا نستحق ملعباً أفضل بقليل من هذا؟ أوه لا تقلق، إنه أفضل ملعب، ودي ترمز إلى زنزانة. وأخيراً دعوني أريكم المكان الذي ستقيمون فيه. أتعلمون إنه في القرن السادس عشر في فيرتوفيا كان يعتبر وجود حمامات في غرف النوم أمراً مواكباً للعصر.
استمعوا جيدا، إن أداء فريق غريم على أرض الملعب أفضل من أدائهم خارجه. وسافيش الشخص الأساسي الذي يدير كل شيء، إنه ينظم اللعب، يسيطر على الوسط، وكذلك يؤمن الأهداف لزملائه. واو، يعرف إلى أين ستذهب الكرة ويمررها دون أن ينظر. يبدو الأمر وكأنه يستطيع. تعرفون رؤية المستقبل؟ أوه لا، لا تقلق يا كلاوس، تأكد أنه لا يوجد شيء خارق. أنا لا أتكلم عن سافيج. انتهى الموسم الرابع من موديل ستودنت بحدث مهم، إنه حفل تخرج في جامعة الموضة، وعلى الطلاب أن يعرضوا أزياءهم لينجحوا. ولكن العارضة مونيكا لم تقرر بعد إذا كانت تحب موريس، وهو غالباً مصاص دماء، أو لورنس عارض ملابس الرياضة. على أي حال، بينما كان موريس يعرض الثياب، سحب لورنس قطعة خشبية من شعره. هيا يا رفاق، المسلسل جيد. ماذا؟ يجب علينا أن نكون حذرين. حسناً أيها المدرب، أمتأكد أنك تريد أن تحبسنا هنا؟ واو. يبدو مريباً يا رفاق. هذا مريب حقاً. إن سافيج لاعب وسط رائع، وبالتأكيد لا يقدر على رؤية المستقبل. عندما تعرف كيف يلعب الآخر، فإن معرفة الحركات القادمة لا يعد شيئاً خارقاً للطبيعة. واحد، اثنان، هل تظن أنك ستتجاوزنا يا كابتن؟ لن أفعل. ثلاثة، آسف يا شيكس، تمريرة سيئة، نحن بحاجة للمزيد من التدريب. لابد أنك تمزح، كان ذلك مذهلاً. أجل. صحيح، كان ذلك رائعاً يا كابتن. مذهلاً، ذلك جميلاً. تمريراتك كانت مذهلة. أعتقد أني أوقفتك يا كابتن، ولكنك كنت متقدماً. تدريب رائع يا رفاق. أتشوق جداً لهزيمة غريم. ما هذا؟ هذا يا شيكس، لأنك لا تعرف طعم الهزيمة القاسية التي في انتظارك. دعني أخمن، رأيت هذا مسبقاً في ذلك الكتاب المصحوح. أنت تعتقد أن راستا يستطيع مجاراتي، لكني أستطيع رؤية 5 حركات مستقبلية. كابتن فريقكم لا يمكنه أن يرى إلا 3. أو الماتادور، أعتقد أنه الوقت المناسب لالتقاط صورتي الصفا. كيف علم سافيج بتدريباتنا؟ فعلا هذا غريب، ولكن ذلك الباب الضخم كان مقفلا، من المستحيل أنه قد رآنا. لابد أن هنالك خدعة ما، صحيح؟ ولكن كيف يمكن حدوث ذلك؟ لقد بحثت في كل منتديات المسلسل، وقرأت كل آراء المشاهدين، لكن لا أحد يعلم الحقيقة. الطريقة الوحيدة لمعرفة ما الذي حدث هي أن أرى المستقبل، كتاب تكتنوميكون. لا. أه.
الذي تفعله؟ أبحث عن كتاب تكتنوميكون، ربما خبئ في غرفة سرية. ربما تكون مثل مذكرات موريس البالغة من العمر 300 عام ومخبأة في سكنه في جامعة فان فام. جينا حصلت صورة الملل بينما كانت تبحث عن تيري الذي كان رجلا آليا، وإلا لما استطاع الانتظار كل تلك المدة. الماتادور؟ إنه مسلسل جيد. أرجوك أيها المدرب، تدربني في يوم واحد؟ فلتشتكي للكابتن، هو من طلبكم، لديه شيء عليكم جميعاً رؤيته. ولكن كلاوس والماتادور لم يأتيا. هل يعلم أحد أين ذهب؟ أنا أعرف، كلاوس يريد أن يعرف ماذا حدث في ذلك المسلسل السخيف، بينما يحاول تحطيم الرقم القياسي للصور. هاي يا رفاق، أعتقد أخيراً أني جاهز للمباراة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. أوه، هذه الأنفاق طويلة جدا. صحيح، مثل تلك المرة التي حاولت فيها الطب. صورة الصمت. انظر هناك. أنا أدعو القوة السحرية الخارقة للكتاب لكي تكشف لنا الستار عن أحداث الموسم الخامس من موديل ستودنتس. أرجوك اكشف ماذا حدث في الموسم الخامس من موديل ستودنتس. أرجوك أيها الكتاب. لا أفهم. كما حدث أيضا في مسلسل موديل ستودنتس. ليس مسلسلا جيدا يا كلاوس. كان ذلك وشيكاً حقاً. جيد أننا اختبأنا قبل مجيئهما. يمكنك أن تتخيل حجم المشكلة إن وجد الكتاب الحقيقي. يوم مباراة ملعب الكولدرون، سافيج أرعب فريق المدرب أيرون تانك بسيطرته على وسط الملعب. الفريق الأحمر ليس بتلك السهولة يا ماك. هم بحاجة لشيء سحري ليربحوا المباراة، وقد يكون لدى فريق غريم السحر. حسناً، لا تقل لي إنك تؤمن بتلك الخرافات السخيفة. حسناً، أحياناً أعلق على المباريات بشكل دقيق وأتساءل إن كنت أملك السحر. هذا شيء سخيف مثلاً؟ ها؟ من سينتصر في معركة الكاب؟ الكابتن؟ توقف! ثم تندفع بكل قوة. أوه، رؤية مستقبل مخيفة لكابتن غريم. أطلق تسديدة قوية. كان ذلك وشيكاً على السوبر سترايكا. يا للروعة، يبدو أن راستا بدأ بإظهار القليل من سحره للسافيج. قريب جداً، حظ سيء لسوبر سترايكا. أليس من الممكن أن يكون راستا أيضاً لاعباً جيداً جداً؟
أستطيع مقاطعتك. أوشك الشوط على الانتهاء وما زلنا دون أهداف. الكابتنان يجاريان بعضهما بالأسلوب نفسه. توقف عن هذا الهراء، فلقد اكتشفت كل شيء. أيها المغرور، دعني أريك الآن قوتي الحقيقية. ثم إلى اليمين قليلاً. أمر لا يصدق. يبدو وكأن السافيج في كل مكان بالملعب. ماذا؟ هدف! مرة أخرى فلاديمير سافيج يأخذ زمام المبادرة لفريقه. وإذا استمر الوضع هكذا ليس عليك أن تكون عرفاً لتعرف أن فريق سوبر سترايكا يهزمون. إننا نتحسن في هذا. أقنعتكم يا رفاق أنني أستطيع قيادتكم، لكني خذلتكم. إن معرفة الفريق والخطة لا تفيد في مواجهة سافيج. ربما يستطيع معرفة المستقبل. وإن يكن، لا يهم إن كان يملك 8 أرجل أو أكثر. بقيادتك لنا نستطيع هزيمة أي أحد في أي وقت. أنت كابتن فريقنا، أنت لها يا كابتن. صورة تجمع الفريق، لا تقلقوا، سأظهر الجميع هذه المرة. أعطني هذا. لا، أريد أن أوثق اللحظة المميزة، بل والجمالية أيضاً. ما هذا؟ أنا أفضل لاعب في سوبر ليج. لا، أقصد ذلك الشيء الصغير في الخلفية. ما هذا الشيء؟ وهو هنا أيضاً. وماذا يقول؟ إنها كاميرا للتجسس. سافيج لا يعرف المستقبل، بل إنه يتجسس علينا. هكذا إذن عرف طريقة تدريباتنا. وكيف إذن تفسر بصيرته على أرض الملعب؟ أعتقد أني أعرف. حسناً يا سافيج، ها قد بدأنا. تمريرة 70 درجة يساراً. تمريرة للوراء وارقد يساراً. 30 درجة يساراً. انتبه من... تظن أنك تستطيع مواجهتي؟ لقد رأيت المستقبل، وعالمك المزيف يوشك على الانهيار قريباً. ما هذا الذي يفعله شيكس؟ لا يمكنني التنبؤ بهذا يا بريندا. الآن الأمر بيننا فقط. رائعة من راستا. ها هو سافيج قادم. راستا يسبقه إليها، وشيكس يتقدم. أعتقد أن كلينا يعرف ماذا سنقول هذه المرة. صحيح يا بريندا. لعبة رائعة. أوه لا، تم إلغاء مسلسل موديل ستودنتس. لن أعرف أبداً إن اختارت مونيكا موريس أو لورنس. إنما يسعدني أننا لن نعرف هذا. انظروا إلى الأعلى. حقاً؟ أعتقدت أن الجريم قد تعلموا الدرس. دعونا نسقطها. انتظر 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 انتظر،
إنها لي. صورة جماعية من الزاوية العليا. تجمعوا يا رفاق. ها؟ لا. أو. 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 دعوكم من فريق جريم اف سي. هذا وجه مخيف. لا يا رجل.